السلام عليكم الشعب المغربي اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن من طنجه حتى للقويره والوالي ديال لاباز. خوتي خواتاتي الاعزاز، طاحوا الرواح ثاني عيد تقريبا، خوتي ثاني عيد طاحوا 10 الرواح، وحده في مولاي يعقوب، وحده في تاونات، وحده في حي البرنوصي. هاد الشباب علاش تبكيو الوالدين؟ وهاد الشهر كامل طاحوا تقريبا، في هاد الشهر ديال العيد طاحت 36 روح. حنا عندنا الحرب، بلا حرب وبلا الكصايد. خوتي خواتاتي الاعزاز، هذاك الدري اللي مات لنا واحد مولاي يعقوب في دوار ايت ميمون، في دوار ايت ميمون دوار الحجره. هاد الشاب عنده 38 عام، تيخدم في كتامه، باه كبير، امو عزوزه حتى هي مريضه كبيره، جاي عاود لاكارط ويعيد معاهم مسكين. فايت واحد الشباب من دوار الحجره، فايتن تعرضوا له والضرب معاهم، ديكرارا بهم هما اللي عندهم مع الحساب. اليوم من جاي عاود لاكارط ثاني عيد ويعيد مع والديه، زقوا خوتي وقيلة تعرضوا له وضربوه مزيان بالجناوه وبعجوه، وجابوه لواحد الطريق وحطوه في الطريق ديالهم. بحال هكا الطريق دايره، بحال هكا الطريق، بحال هكا الطريق اخوتي، جابوه حطوه حدا الزيتون ديك الطريقه. الناس تيعمروا منها الماء، الناس تيسرحوا. 22 يوم هو مزود تما هنا اخوتي، بحال هاد البليصه في دوار الحجره في الطريقه، 22 يوم اخوتي، والناس الدوار ضروري كيدوز من ديك الطريقه. اخوتي خواتاتي الاعزاز، خوتي خواتاتي الاعزاز، كلاوه الطوبات، كلاوه الكلاب والدود، بقاو فيه العظام والزغب 22 يوم. عاد شافوا شي واحد على من مقدم وقاوه في ثاني عيد، عنده 3600 في الملابس ديالو، والروسي ديال لاكارت اللي كان كيعاود في حمريه، ان من مولاي يعقوب لهيه فاس، ومن مولاي يعقوب لهنا ايت ميمون، كتسمى مكناس على حمريه مسكين، 38 عام. وحنا تنطالبوا بعدم التبليغ. هادوك الناس اللي شافوه وما علموش، هادوك الناس اللي شافوه ميت وما علموش، لا الهضره دارت، عندنا عدم التبليغ، خصو 6 شهور الحبس العام عدم التبليغ. اخوتي خواتاتي الاعزاز، راه انسان هذاك، راه بشر، الميت لا بغيتي تكرمو زرب عليه في الدفن، الميت لا بغيتي تكرمو زرب عليه في الدفن ديالو. اخوتي خواتاتي الاعزاز، فهمتيني اخوتي، هو خلاوه تاكله الدود وصوطاتو الشمس، صافي الدود مع الكلاب مع الحنوشه، مسكين بقى هو اللي هو اللي كيخدم على والديه، عيب وعار. وما تشوفوش منين جاكم، منين؟ من اسرائيل. والسيد الطريقه باينه اخوتي، تيدوزو من حداه، اللي شافو كيهرب. لما يلصقوا لك بطانه، كاين التقنيات، كاين العلميات، كاين الشرطة العلمية، الشرطة التقنية، غادي يجبدوا الحقيقة. خوتي خواتاتي الاعزاز، وواحد اخر عاوتاني مسكين، واحد اخر اخوتي عاوتاني رجاوي، ولد حي البرنوصي، كيسكن مسكين في هذاك الكاريان ديال البراكة اخوتي في حي البرنوصي، فهمتيني؟ هي ولد البراكة مسكين، هو اللي تيخدم على والديه، هو اللي كيخدم على والديه. اخوتي خواتاتي الاعزاز، هاد السيد هذا هو اللي تيخدم على والديه في حي البرنوصي، راكم عارفين. دابا هو راه جاوي كيتصنت مسكين في التلفازه، كيتفرج مره مره في الماتش، ما كيمشي لا مع الجمهور لا والو. قال لصاحبو اديني نشري صنداله على الموتور، دا باش يمشي يشري صنداله تعرضوا له. انت كدا، فهمتيني؟ وبقى انت رجاوي، انت مع هادوك، انت مع هادوك، قبطوا اخوتي وجاو لهم اللور، ذبحوه من الودن حتى الودن، وحيدوا له العصب ديال رجليه، فهمتيني؟ وقطعوا له الصنداله وزوطوه تما.
ومازال ما تقبطوش هادو في حي البرنوسي، وصاحبو هو اللي ركبو في الموتور قالوا حيت هو صاحبو اللي قالوا يلاه نديك تشري صنداله، ماشي هو اللي قال صاحبو ديني، صاحبو اللي قال له، ما يكون صاحبو مريطو، ما يكون صاحبو مريطو اخوتي، ها؟ في حي البرنوسي قتلو تا هو تاني عيد اخوتي، اخوتي اخواتاتي العزاز هادشي كنسمعو اخوتي، والدي مسكين تيبكيو. قهرتوا الوالدين، أما راكم شبعتوا خبز، وشبعتوا خبز هذا الجيل هذا، وراه في الحبس تدوز عليكم الدكاكة، وفي الحبس راه توليو عيالات في الحبس، تبقاو تبكيو، وبالليل بالليل تبقاو تهزوه، وبالنهار تبقاو تبكيو، ها اللي كيمشيو للحبس بالمؤبد راه تبقاو السنطراو تما، وشبعتوا خبز المساخير، وشبعتوا خبز اليهود، الجيل بودريس، شبعتوا خبز هذيك يمشي للحبس راه ماشي راجل، راه الإعدام المؤبد، راه الإعدام صاك عام ولا شهر ولا شهرين تمشي للحبس تخرج ولا، راه عندك المؤبد، واحد البزنازة عاوتاني في السلا، بزنازة في السلا محيحن ما كاينش اللي يوقف لهم في راس الدرب، واحد البزنازة في السلا ما كاينش اللي يوقف لهم في راس الدرب. ولا ماشي اللي يجيش من عندهم يضربوك، لا ماشي اللي يجيش من عندهم الحشيش يضربوك، شي واحد ولد الحومة بغا تا هو يبيع الحشيش تما تيقتلو عصاغ، هاد البزنازة، واحد الدري خدام سيكيريتي سميتو ياسين، عندو 32 عام، ساكن هو فين ساكن؟ في بوق نادل، وجاي لدوار بوشفاعة، دوار بوشفاعة كاين في السلا. جي سال سال الخدمه ديال السيكيريتي، جاي يشري الكلب الماكله وداي الكلب في طوب موتور، الكلب كان رابطو، الكلب مازال الان تيجعر، كان رابط الكلب، دخل يشرب قهوه مع راه خدم الليل، ما شكون اللي قال لهم راه بنادم، هو شافو من كان دايز عليهم بالكلب وكذا مرضى، قالوا له قلنا لك ما تقاش تجي لهاد الحومه، وما تقاش تعمر لهاد الحومه، قالوا احنا فايتنا صيفطناك للحبس. قالوا له كريسيتي ودخالتنا هو ما كريساش ودخالتهم هاد البزنازه، قالوا له با عطينا مليون ونص نديرو لك سنازون ماشي تشابه، عطاهم با مسكين مليون ونص بين السكيريتي داروا لهم تنازل تبتات عليه الحجه عطاهو عام د الحبس، قالوا له قلناك ما تبقاش تعمر هنا داك السكيريتي، قال لهم راه الارض المخزن، قال له تكتب الرينا فيك، مشى داك البزناز جاب خوه وجاب الخدام وجاو لهم اللور ذبحوه وبقاو عليه بالضرب قطعوا له العصبات ركبتو، اخوتي خواتاتي العزاز فهمتيني، قطعوا له العصبات ديال ركبتو بقاو عليه بقاو عليه بقاو عليه مسكين، تفناوه والناس دابا ما بغاش تشهد، الناس ما بغاش تشهد، علاش ما بغيتوش تشهدوا؟ علاش علاش ما بغيتوش تشهدوا عباد الله فهمتيني؟ تيخافوا من هذوك البزنازه، واحد اللي يهضر قال لهم هاد البزنازه هذا، قال لهم هو الوكيل هو الرئيس هو القايد هو الكوميسير هو البوليس، وما هاد البزنازه هادو محيحن في السلاق ما كاينش تيهز معاهم الراس، ودابا وتا عند الصحافه ما قدروش يهضروا، تا عند شوف تي في ما قدروش يهضروا، خافوا الناس يا شي الخوف هو اللي تيخلينا يركبوا علينا. ومسكينة ديك المراه هاد ولدها السكيريتي هو اللي كيخدم عليها مسكينه، السكيريتي شحال يقبط وتيخدم على باه، علاش يتمتم علاش؟ وشبعتو خبزه ولاد الحرام، هادي تاني عيد طاحو عشرات البطاين، اما هاد الشهر كامل طلعنا الحساب هي مكناس، هي مكناس بعدا 12 بطانه، هي في مكناس، هي في مكناس 12 بطانه، وطلعنا الحساب في المغرب كامل لقينا شي 46 روح اللي طايحه في هاد الشهر هذا، وبلا القصايد وبلا اللي ما تيبغيش يتصور، الحياه عذاب، الحياه عذاب اخوتي، ما بقى ما يعجب، الله يدينا في الدو، وبلا هادي هادي ذبحها راجلها لقاها صفحه مشات زينها الطبيب، بقاو الناس يقولوا له انت ماشي راجل، انت مثقف، انت كدا، هادي نار العيد شوى مع والديها الكبده وذبحها، واش انت خاسر شي ريال؟ وعاد باها اللي خاسر الفلوس العرس، انت ما خاسر والو، راه كاين داكشي ديال علمي، صفحه وذبحها راجلها، كاين اللي ذبح مرتو في طنجه عاوتاني ليله العرس،
ومالكم جهلتوا المغاربه ومالكم حماقيتوا شبعتوا خبز لامكم هيا دوز على امكم في الحبس ما كاينين الجمل والجوع لا سمعتوا خبز الرايه الحبس الراق والله يدير الخير الله يدير الخير الله يدير الخير الله ينجينا من الجيات اما اللي داز داز الله ينجينا من الجيات اما اللي داز داز الله ينجينا من الجيات اما اللي داز داز